قصة خروف العيد. في يوم من الأيام جاء الأب بخروف سمين وتركه في مزرعة المنزل. صاح الأولاد فرحا بهذا الصديق الجديد الذي أحضره لهم والدهم. قال الأب: تعالوا يا أولادي، هذا خروف العيد، سوف نطعمه كثيرا حتى يسمن ويصير حجمه كبيرا، ثم نقوم بذبحه في عيد الأضحى. فرح الأولاد كثيرا وبدأوا يلمسون الخروف وصوفه الكثيف وقرونه ويلعبون معه، إلا الابن الصغير أحمد، فقد كان أحمد يراقب كل ما يحدث مندهشا. ثم اقترب من أبيه واحتضنه وقال له: يا أبي، إن لدي ما أضحي به أنا أيضا في عيد الأضحى. توقف الأولاد عن اللعب ونظروا إلى أخوهم الصغير في استغراب وسألوه عما يقصد. فخرج أحمد ثم عاد بعد قليل وهو يحمل بين يديه كيسا كبيرا. نظر الإخوة إلى الكيس في دهشة، فوضع أحمد الكيس على الأرض وبدأ يفتحه، والإخوة ينظرون إليه في لهفة واستفسار ليشاهدوا ماذا يوجد بداخل الكيس. أخرج أحمد من الكيس ديكا صغيرا ورفع الرباط عن منقاره حيث أنه أقفل على فمه حتى لا يصيح الديك، ثم وضعه على الأرض وهو يقول: هذا ديك العيد يا والدي، لقد اشتريته من مصروفي حتى أضحي به في عيد الأضحى وخبأته في حديقة المنزل. ضحك الإخوة في سخرية من أخيهم الصغير، ولكن الأب غضب كثيرا من هذه السخرية وقال للأولاد: لا تسخروا من أخيكم الصغير، ولكن افهموا معنى تضحيات العيد أفضل من هذه السخرية عديمة الجدوى. وبدأ الأب يتحدث مع ابنه أحمد عن خروف العيد والأضحية وعن صفات خروف العيد، حيث أن الأضحية لا تكون إلا بخروف سمين أو عجل أو ناقة، ولا يجوز الأضحية بغيرها. حسنا يا أبي، سنترك الديك في حديقة المنزل ونأكله بعد العيد إن شاء الله.